ممكن اشيله؟ بيتحرك. تيجي فيه ايه؟ لازم تعقمي نفسك وتعقمي ايديكي وتلبسي ماسك. لو انا تمام على فكره. لا مفيش حاجه اسمها تمام، احنا هنهزر. على فكره لا، مش هو ده ابن نانسي. لا يمكن واحد من اللي موجودين جوه. تعال تعال، ممكن يكون خرج من الحضانه. تعال. اتفضلي هنا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. خدي. خلي بالك لازم ادخل حضانه. مالكيش فيه، انت لا شفتيني ولا تعرفيني. انت فاهمه؟ فاهمه. انا مين؟ معرفكيش. مع السلامه. مدير المستشفى وحضرتك المسؤول عن الحضانه، ازاي طفل يختفي من غير ما تعرفه؟ ازاي تقولوا ما نعرفش راح فين؟ اقسم بالله لو اديكم في 60 دقيقة. يا فندم انا عايزك تهدي بس، ممكن تهدي وتتفضلي معايا على المكتب نتفاهم. مكتب ايه؟ ابني 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 فين؟ انا عايز ابني دلوقتي. اهدي يا لانسي، اهدي اهدي، اكيد في حاجة غلط. يا فندم ممكن تهدي بس ارجوكم، ممكن تهدي وتتفضلي معايا على المكتب. قولي مين؟ هي مين؟ هي عائشة. هي عائشة اللي خدت ابني والله يهدلكوا الدنيا. عارفه كده؟ الحقوني يعني الولد مخطوف وامه مخطوفه. يا الحق والله العظيم، لو هي جرى لها حاجه او ابنها ما رجعش نعمل لكم فضيحه في كل الدنيا. انا مش عارفه ايه اللي جابني هنا. يا اتفضل قدام، اتفضل. تعالي يا حبيبتي، عايزه اتكلم معاكي شويه. اتفضلي. ده انت منوراني. عملتي ايه عند الدكتور؟ تمام، يعني عملنا تحاليل وهو طمني وقال لي ان شاء الله خير. يعني قال لك انك انت مش هتخلفي، مش كده؟ لا هو ما قالش كده بالظبط، هو قال لي انه الموضوع بس هيطول شويه واحتمال نحتاج شويه عمليات وان شاء الله هيبقى خير. خير؟ انا بقى جبت لك العين. جبت لك العيل اللي هيبقى بتاعك، بس انتي وهشام تسمعوا كلامي وتنفذوا كل اللي هقول عليه. تمام كده؟